نطالب منهم لا يكونون عبء مع المواطن، والمواطن تعبان، هو تعبان، انت جاي لخدمه المواطن بالنهايه. بعد انا من اروح وادلي بصوتي انا غير تخدمه بالنهايه، صح ولا لا؟ فعاد احنا نطالب منهم يخلون المواطن رقم واحد بالمقدمه عنده، لا يلتهب نفسه ويكون نفسه هو المواطنين. ورواتب الرعاية الاجتماعية النسبة قليلة جدا، المفروض صراحة يصعدونه. يعني عندك عنده ثلاث نفرات راتبه 175,000، صراحة 175,000 ما تسوي شيء بوقتنا هذا، وانت يمكن هم تعرف، صح ولا لا؟ لو شوية يزودونه وكان الله يحب المحسنين. نريد يعني نطالب الزيادة مرات بالرعاية، نطالب منه يعني زيادة الراتب، حل ما يكفي. هسه أنا صار لي 5 أشهر راتبي موقف هسه، على مود قال زوجتك موظفة، جبت كتابها كملة، صار لي 5 أشهر لحد الآن، نروح نجيب الكتاب كملت المعاملة أسبوع يجي أسبوع. شو تطالب أهالي مصر بالمشاركة بالانتخابات؟ يشاركون، نعم. ليش يشاركون؟ لأن البلد حتى يصير زين و حيل. والله احنا نريد يديرون بالهم على المواطنين، الناس فقراء والناس محتاجه، فعلوام ماذا يساعدون العالم والفقراء. اساني بالنسبه لي هاي عمري 50 51 سنه، لحد الان انا ما طالع اسمي، كل ما اقدم ما يطلع اسمي. مره صاحوني قالوا طلع اسمك، جينا راجعنا على الحاسبه قال اسمك ما موجود، شلون انتم تخبروني؟ تعال راجع الكيكارت، وما يمكن احتمال مغيرين اسم من طين غير واحد. انت راح تشارك في الانتخابات ان شاء الله؟ ان شاء الله نشارك، بس احنا نطالب من الحكومه الجديده هم يديرون بالهم مثلا على المواطنين، كل الناس فقراء وناس تعبانه.